السلام عليكم، معكم مصطفى الشيخي، باع الدجاج بسوق طرنكة بتطوان. بالنسبة للدجاج الثمنة ديالو الآن كتبقى توصل 17 درهم، بالنسبة للطح الثمن ديالو قص على رمضان 10 درهم، كان 27 درهم دابا 10 درهم. هذا العامل هذا كنرزوه حنايا، كنقولوا حنا بان ملي كيجي الصيف كتكون الصيف كتكون الحركة، كيكون الرواج، كيكونوا الناس كيجيو عندنا السياح من داخل المغرب وخارجه، ولكن الان ما كاينش الحركه واقفه، ما كاينش الدجاج ما كيخرجش، ما كاينش شي حركه في الدجاج كيخرج، يعني كخرجوه بزاف قليل، حركه قليله ضعيفه بالنسبه مورا العيد فتحنا. بالنسبه الناس كيقولوا بان شهر سبعه كيكونوا الاعراس، كيكونوا المناسبات، الان ما كاينش الاعراس قليله، كانوا تشوفوا ان بالنسبه لمدينه تطوان الحركه، ما كنقولوا حنا ازمه اقتصاديه اثرت، الناس الله يحسن العون ما يبقاوش كيعملوا الاعراس في المناسبات الدجاج، كيستعملوا الدجاج. بالنسبه للاثمنه كنقول لك الدجاج شهر سبعه وشهر ثمانيه كيكون دائما كيعرف واحد كيطلع واحد الثمن ديالو، كنا كنبيعوه ب 20 درهم مثلا، 18 19 درهم 20، الان 17 درهم، ورغم ذلك فان ما كاينش الاقبال. يمكن مرض هذا الشيء هذا كما قلت انا، الازمه اللي كاينه في مدينه تطوان، يمكن في المغرب كامل كاينه ازمه اقتصاديه، الله يحسن العون. يمكن بالنسبه لايام كانت ايام العيد الناس عاود كانوا عندهم مصاريف، العيد الاضحى الله يحسن العون كاين مصاريف، الان السفر عاود كيسافروا الناس عاود يمشوا للبحر. بالنسبه حنا كنسولوا عاود بالنسبه المناطق الساحليه بحال مرتيل بحال المضيق بحال هذا، ما كاينش شي اقبال كبير بحال السنوات الفارطه. هذا كنقولوا حنا بان كاين واحد ازمه خانقه في مدينه تطوان بالنسبه للاقبال على المواد خاصه الدجاج. سمح لنا نزيد واحد النقطه مهمه بالنسبه لي، انا الان فتحت المحل في 10 الصباح، يعني في 10 الصباح كنت هنايا، لحد الان نقولوا حنا منتصف النهار ما كاينش الاقبال على الدجاج، ما كاينش المشتري، بقينا جالسين. واحد الصديق عادي ديالي بدو اتصل بي كيقول واش كاين شي اقبال، كنقول له ما كاينش. هذا كيبين بانه ما كاين واحد الازمه فيما يخص بيع الدجاج هنا في تطوان، كنخصصوا حنا كنقولوا حنا بان الاسواق الشعبيه، حنا في السوق الشعبي في الطرنكات، هذا كنقولوا بان ما كاينش الاقبال على الدجاج، وهذا عامل من العوامل اللي كنأكدوا عليها، كنقولوا بان الدجاج ما كاينش الاقبال عليه. هذا كيبين بان حنا كنقول لك من 10 الصباح حتى دابا من منتصف النهار ما كاينش، ما جاش شي واحد نقول لك البيع قليل وقليل بزاف.